ظاهرة المخدرات وانتشار المقاهي بصورة واسعة اللي صارت بعضها مكان لالتقاء المراهقين والمتسربين من المدارس. هذا الموضوع يشكل خطورة عليهم لأنهم بفترة مراهقة اللي تعتبر خطرة بالنسبة لهم. خليكم ويانا بهذا الاستطلاع حتى نشوف آراء الناس بموضوعنا اليوم. مع أم ضد زيادة أعداد المقاهي بالعراق؟ صراحة يعني زيادة المقاهي بالعراق هو من الشغلات الإيجابية، بس تكون شغلة سلبية من يرتادوها الأعمار اللي أقل من 18 سنة أو 16 سنة. يعني راح يكون هذا الإنسان مو ما واصل للنضج الكافي حتى يقعد بمقهى غير محترم، ممكن كل شيء موجود بيه مثلا شغلات ما تناسب عمره. فأني أقول مع زيادة المقاهي ولكن كحد معين بأسلوب محترم، بالإضافة لازم نخلي رقابة من مثلا وزارة الداخلية أو أي شخص من الجهة المسؤولة، يخلون رقابة أي شخص جوا سن ال 18 ممنوع يدخل إلا إذا كان شخص وياه يكون بالغ سن الرشد. من الزيادة الموجود في عدد المقاهي حقيقة الذين يرتادون هذه المقاهي كثير من الشباب، حقيقة توجد سلبيات في هذا الاتجاه في هذا التواجد. حقيقة الشاب بدأ يرتاد هذه المقاهي من أجل غايات شخصية، حقيقة بدأت تؤثر على الحالة النفسية والحالة الاجتماعية على الشاب. حقيقة كانت هناك مقاهي معدودة ومحددة يرتادها كبار السن المثقفين الشباب الواعي، لكن توجد مقاهي الشباب بدأ يذهب إلى هذه المقاهي من أجل أخذ النارجيلة وغير الأشياء الأخرى التي تضر بصحة الشاب. حقيقة نتمنى أن تكون هناك رقابة مجتمعية، رقابة من الدولة على هذه المقاهي وعلى ماذا تقدم للشباب. حقيقة هناك عدة أمراض سببت للشباب العراقي هذه المقاهي بالتناول أشياء حقيقة أثرت على صحة الشباب. زيادة أعداد المقاهي لأسباب كثيرة، أهم هذه الأسباب هي الزخم السكاني داخل المدينة وزيادة حجم السكان في المدينة وأزمة السكن التي يعاني منها الشعب العراقي منذ مدة طويلة، خلقت أجواء ساعدت على نمو هذه المقاهي وكثرتها، مما حدا بالأمر إلى تسيب كثير من المراهقين والشباب العاطلين عن العمل وطلاب المدارس وتفلتهم عن مدارسهم وعن أماكن عملهم وذهابهم إلى المقهى لترفيه عن النفس أو ضياع الوقت. هي المقاهي وجدت للترفيه أولاً، ولكن عندما يكون الأمر فيه ضياع للوقت، ضياع للمال، ضياع المستقبل الشباب والمراهق